الليبية لمساندة النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اجتمعت النقابات المهنية بدولة ليبيا يوم الاثنين الموافق 14 من شهر أغسطس لسنة 2023 بمقر النقابة العامة للمعلمين طرابلس، لإعلان مساندتها وتأييدها لنقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي لدولة ليبيا في الحراك الذي تقوده للدفاع عن حقوق منتسبيها المشروعة شرعاً وقانوناً وعرفاً، ومجابهة الفساد في ملف التفويضات المالية للدراسة بالخارج. وتؤكد النقابات المهنية على الآتي: أولاً، أن التظاهر السلمي حق مكفول لكافة المواطنين للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وعلى كافة الجهات الرسمية بالدولة الليبية احترام هذا الحق والعمل على صيانته وحماية كل من يمارسه سلمياً وفق الإعلان الدستوري والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية. ثانياً، استشعاراً خطر الداهم لتفشي الفساد في مؤسسات الدولة الليبية، وتأكيد التزامنا بالتصدي له انطلاقاً من قيم العمل النقابي. ثالثاً، إدراكاً للتهديد الذي يتعرض له مستقبل الدولة والوطن نتيجة إفراغ الجامعات والمؤسسات التعليمية من الخبرات بسبب وفاة أعداد منهم وبلوغ أعداد أخرى سن التقاعد، الأمر الذي ينذر بانهيارها ما لم يتم تعويض النقص بشكل عاجل عن طريق الإفادة للدراسة بالخارج. رابعاً، دعم النقابات المهنية للوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها من النقابة العامة يوم 12 من سبتمبر لسنة 2023 بمدينة طرابلس تحت شعار لا للفساد نعم لبناء الدولة، ودعوة كافة منتسبيها للنزول والمشاركة في الزمان والمكان المحددين والوقوف موقف مشرف مع أساتذتنا الذين تعلمنا على أيديهم وزملائنا المعيدين وأبنائنا المتفوقين، ووضع النقابات المهنية كافة إمكانياتها البشرية والمادية تحت تصرف النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي وتأييدها في كافة خطواتها التصعيدية، بما في ذلك إعلان الاعتصام المفتوح في حالة عدم الاستجابة لمطالبها. خامساً، تؤكد النقابات المهنية على ضرورة إشراكهم في وضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية لضمان حقوق منتسبيها، وترفض ما صدر عن مجلس النواب بالخصوص دون العرض عليها. وفي الختام، اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة تأسيسية لاتحاد النقابات المهنية بدولة ليبيا. انتهى. صدر في طرابلس الاثنين الموافق 14 من أغسطس لسنة 2023.